في هذه الحصة سنجيب عن سؤال مخوض من تمرين من الكتاب المفيد. هذا التمرين لقيته مبوستينه في واحد جروب، ولكن ما انتظرتش الحل اللي غيقترحه، حاولت نجاوب عليه. دونك نفسي غدير حتى نتوما غديرو بوز وغتحاولوا تجاوبوا عليه باش تعلموا استراتيجيات الحل، لان في الامتحان ما تنتظرش غادي يطلب منك تبين نفس واحد التعبير اللي سبق لك شفته، ولا عطيك شي تعبير غتخدم على شي دالة اخرى وتبين واحد التعبير مغاير مع داكشي اللي سبق لك خدمتي. لذلك خصك تعلم استراتيجيات الحل. دونك هنا السؤال 3، باليكم بان غتطبقوا عليه مبرهنات رول. دونك طبقوا مبرهنات رول وشوفوا. ملاحظة دائما، بقى جرب مبرهنات رول على ديك واحد الدالة كيكون عاطيك كتكون خدمتو بيها. جرب بسرعة، تي كديرو بسرعة، ما عطاتكش كتزيد هذا التعبير هذا كتغير لهم الشكل ديالو. اول شيء فيما تلقى سي كتعوضو باكس، يعني غنبين ان هذه هي المشتقة، نعتبر هذه كمشتقة ونبحث لها على الأصلية ديالها. خصني نبين أن كوس دو إكس على لا راسين دو سينيس إكس، دونك نجيب هذه لهنايا ناقص 4 على بي كتساوي زيرو، يعني نعتبرها مشتقة أنها المشتقة ديال واحد الدالة كتساوي زيرو، ونبحث لها على الدالة ديالها. قلنا الاستراتيجية اللي كنديرو مجموعة التمارين هي كتمشي بالوراء، كتمشي عكسيا، كترجع كدير واحد مارش اخير، كتمشي كتعتبر هذه مشتقه، غتشوف غنبحثوا لها الداله اللي عطاتنا هذه الاصليه نتاعها. دونك فاش تلقى هذه الداله كتطبق عليها مبرهنات رول وكتتم راجع. هذه يمكن تطبقها في عده، ليس فقط مبرهنات رول وانما في عده تمارين. الوغ شكون هي الاصليه ديال هذه؟ بعبارة أخرى، دابا نتوما مازال ما قريتوش التكامل، كون قريتو التكامل غادي تجدو هادي بسرعة. مع ذلك راكم عارفين الاشتقاق نفسي، دونك شكون هي الدالة اللي شقيتها وعطاتني هادي؟ هي اتنان فلا راسين دو سينوس اكس، إذا شقيتها غتعطيك هادي. هادي بطبيعة الحال الأصلية نتاعها هي موان كاتر بي في اكس، إذا شقيت هادي غتعطيك هادي، هاديك مفيهاش شي صعوبة. هادي اشتق، هذا نشتقو حنا، خلينا هذا اثنان ما كيأثرش، نشتقو هيد لا راسين دو سينوس اكس. دونك هادو اللي فيهم لا راسين من الاحسن تكتبو على شكل اس، واحد على اثنان. ياك بغيت نشتق هادي، هادي بريم، شنو كندير؟ كنزل بهاد الاس واحد على اثنان، مشتقة سينوس اكس هي كوس اكس، في هذا سينوس دو اكس هذا الاس واحد على اثنان ناقص واحد، كيعطيني ناقص واحد على اثنان، هي ناقص واحد على اثنان، دونك كتساوي واحد على اثنان في كوس اكس على لا راسين دو سينوس اكس. دونك مشتقات هذه مشتقات فقط ديال سينوس ديال اس واحد على اثنان، يعني الا كانت عندك هنا اثنان هتكون هنا اثنان، هتضربها في هذا الشيء كامل، اثنان في هذا الشيء كامل، غتعطيك دونك غتعطيك غيبقى لك فقط كوس دو اكس على لا راسين دو سينوس اكس. دابا حنا وجدنا الدالة اللي غنطبقو عليها مبرهنات رول، هذه هي جي، جي دو اكس ايتيغال ا اثنان في لا راسين دو سينوس اكس ناقص 4 بي على بي في اكس. الان عوض بالصفر، طبق على هذا المجال 0 بي سور 2، الى عاودتي بالصفر غادي تعطيك اثنان، هنا تعطيك عفوا تعطيك زيرو، غادي تعطيك زيرو. عاودتي ب بي سور دو تعطيك اثنان، غادي تعطيك موان دو، دونك كتساوي زيرو. ملاحظة، يمكنك تخدم كذلك حتى بالدالة لا راسين دو سينوس اكس، وهنا تختزل ب اثنان، هنا يعني غيبقى عندك لا راسين دو سينوس اكس موان دو سور بي اكس، هي كذلك كتعطيك نفس النتيجة. دونك هذه هي الدالة علاش غنخدم. دونك لدينا جي متصلة على المجال زيرو بي سور دو، جي اي ديريفابل سور لانترفال اوفير زيرو بي سور دو، جي دو زيرو ايتيغال جي دو بي سور دو ايتيغال ا زيرو،
دونك دابخي لو تيوغيم دو غول il existe واحد السي كي ابارتي ان انترفال اوفر 0 بي سور 2 تلك جي بريم دو سي est égal à 0. On a g prime de c, c'est-à-dire g prime de c, on a cos de c à la racine de sinus de c moins 4 sur p est égal à 0. Finalement, on a cos de c à la racine de sinus de c est égal à 4 sur p. ومن هنا النتيجة المطلوبة. إذن شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع ثمن أخرى، شكرا لكم. هذه الدالة الجي باش خدمناها، هذه المشتقة ديالها. مثل كذلك تخدم الدالة اش هي على راسين دو سينوس اكس موان دو سور بي اكس.